انا بدات كاياك وانا عندي 12 سنه. هي جت بالصدفه، يعني كل لازم اقول ان الحركه دي جت بالصدفه، لان كنت ماشيه في النيل عادي انا واخويا، ولقينا المراكب في النيل ماشيه، فايه ده، فقلنا نجرب. فما جربت بالصدفه، لقيت ان هي حاجه ممتعه جدا ومسليه، وفي نفس الوقت بتتمرن وبتبذل مجهود، وفي نفس الوقت تحقق بطولات، تقدر تحقق بطولات وكل كل حاجه. فجربتها وعملوا لي تيست السباحه ولعبتها، فالحمد لله بعد 3 شهور من تجربتي للكاياك وتمريني في الكاياك دخلت المنتخب مصر للكاياك. طيب يعني انت بداتي انك تتعرفي على اللعبه من وانت عندك 12 سنه. أيوة اللعبه عباره عن ايه عشان برضو نوضح للمشاهد؟ اللعبه مركب ومقداف يعني حركه الادفه، ولازم يكون عندك بالانس في المركب. بتادف قدام. الفرق بين التجديف والكاياك ان الكاياك بتادف قدام، يعني بتمشي قدام عينك ستريت، الكاياك بتادف لورا. أوكي. التجديف سوري بتادف لورا. اوكي. في انواع كتير من الكاياك، للكاياك في كانوي، في كاياك، في سلالوم، في ستاند اب بادلينج. انا بلعب كاياك. ايه الاختلاف بين الاسماء المختلفه؟ الاختلاف في كل حاجه، في المركب، في المقداف، في قعده المركب. مثلا يعني مثلا بقعد زي 90 عادي، في الكانوي مثلا بيقعدوا على ركبتهم. معانا كابتن سما وهي مكسره الدنيا في النيل، ده عند كوبري امبابه تقريبا. ايوه فعلا. انا عايز اقول لك انه هي واضح جدا انه الرياضه دي بتتطلب قوه بدنيه، خاصه الابر بودي اللي هو الجانب العلوي من الجسم، ان يبقى عندك المقاومات اللي تسمح لك تمسكي وتأدفي بالقوه والسرعه دي. دي حقيقه، هي محتاجه جدا ان انت تكون كويس جدا في الدراع والكتف والكور. اكتر حاجه الكور، انت بتسحب كله بالكور بتاعك. الرجل مش قوي، بس يعني هي حركه مساعده جدا للادفه في الكاياك، لكن التجديف بقى العكس، تجديف رجل بس. طيب هل اللي بيلعب كاياكينج لازم يكون سباح؟ طبعا لازم. انت اصلا اول ما تنزل المكان بتاع الكاياك او التجديف بيتعمل اول حاجه يسالك بتعرف تلعب سباحه؟ طب هنعمل لك تيست سباحه، يربطوه مثلا في حبل وينط في النيل ويعمل تيست سباحه بسيط، اللي هو انت بتعرف تمسك نفسك في الميه، لان ميه النيل معروفه ان هي تقيله، ميه طينيه فتقيله جدا غير البسين يعني. فلازم تعمل لك تيست سباحه ويحطوك زي تيست كده، اللي هو مركب مقلوبه مثلا تعدلها مش عارف ايه كده، عشان ايه؟ يشوفك ان انت تعرف تتحكم في نفسك وفي مركبتك وفي مقدافك، لان انت بتقلب بيبقى مطالب منك انك تحط المقداف جوه المركب وتقوم تقلب المركب وتدور على اي مأذى او اي حاجه ان انت تخرج منها. فده كله محتاج ان انت تكون بيرفكت في السباحه. اتقانك للسباحه هو علشان سلامتك انت، عشان انت لو وقعتي في الميه تقدري ان انت تتعاملي مع الموقف، واحنا شايفين نموذج فكره ان انت التوازن على القارب. بالزبط. علشان تحافظي على التوازن. أي دي وتعملي تمرينات بقى مختلفه علشان تحافظي على التوازن. بالظبط، انا بعمل تمرينات يعني مثلا في الاوف سيزون او مبدا بسيزون جديد، بقعد اعمل مثلا تمرينات بعد التمرين بالانس، امسك الكوره، اقعد اعمل الحاجات يعني حاجات فور فان شويه، بس هي في نفس الوقت بتديني بالانس قوي، خليني ان انا اقدر ان انا لما اجي احط الباور بقى في مع المركب مع البالانس، اقدر ان انا ايه ما تاثرش بالبالانس في المايه، لان مش كل الوقت المايه تبقى ثابته، لان احنا المفروض ان هي اسمها كاياك فلات ووتر كاياك. فانا النيل عندي كارنت، عندي هواء، عندي مراكب بتمشي التيار الكارنت بتمشي مع التيار ولا عكس التيار؟ هو المفروض ما يكونش فيه تيار اصلا. أوكي. بس احنا بنعمل تمرينات مع التيار وعكس التيار عشان نتفادى الحته دي. تمام. لان احنا عندنا في مصر ما فيش مياه ثابته فلات ووتر غير مثلا في اسماعيليه، يعني في مناطق ان احنا لازم نسافر لها معسكر، فلازم الاتحاد يدفع فلوس كتير، فاللي هو بيبقى مستخدمين النيل كوسيله كويسه، بس نفس الوقت اللي هو بنحاول نتفادى الحوار ده في ان احنا نمشي عكس التيار شويه مع التيار شويه في نص التمرينات. طيب.